يوم متواجدين في مكتبة الكويت الوطنية، وملتقى سيكون حاضر بإطروحاته وأيضا حاضر بروح الشباب من خلال دعم يمكن المخترعين الكويتيين في مجال التكنولوجيا والابتكار، وأيضا العديد من الأمور ستكون إن شاء الله حاضرة من خلال هذا الملتقى. للتعرف أكثر على ملتقى الابتكار التكنولوجي يسعدني أن يكون بجانبي الأستاذ عبد الوهاب الحجي، رئيس مشروع الملتقى الكويتي لتأهيل الشباب. أستاذ عبد الوهاب، صبحك الله بالخير والله يعطيكم الصحة والعافية. يا هلا فيك، حياك الله. تحدث اليوم عن ملتقى الكويت للابتكار التكنولوجي، يمكن كان العمل منذ فترة لهذا الملتقى بتجهيزات وأيضا أمور ستكون إن شاء الله محور نقاش وأيضا اهتمام من خلال الابتكار التكنولوجي. أول شيء يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة. احنا اليوم في ملتقى الكويت للابتكار التكنولوجي، هذا الملتقى من الشباب وإلى الشباب، يدعم الشباب في مجال التكنولوجيا، يدعم الدولة في سد حاجة الدولة في مخرجاتها من مجال التكنولوجيا. احنا بالكويت نحتاج نركز على المجال الصناعي والمجال التكنولوجي. طبعا هذه الفعالية ميزتها أنها فيها ورش عمل وهي عبارة عن ملتقى. الملتقى نختار ضيوف بدقة، الضيوف هذا اللي يفيدون الشباب في مجال التكنولوجيا ويوجهونهم ويساعدونهم في اختيار التخصص الدراسي السليم، يساعدونهم في عملية شلون الواحد ممكن يدعم نفسه ويعرف هو شنو يبي من ناحية يحدد ميوله، هل هو ممكن يصير مخترع مستقبلا، هل هو ممكن يتجه إلى مجال التكنولوجيا، هل هو ممكن يتوظف، ممكن يفتح مشروع في مجال التكنولوجيا. نحاول نحفز الشباب في هذا المجال انهم يستمرون ويعني يحققون رغباتهم في مجال التكنولوجيا ومجال العلوم بالذات.